يا اخوان بالله اعطوني صوت شوي هنا يا اخوان. يا ولد صل على النبي. ايه اعطوني مايك يا اخوان بالله لا تدنكم. يا ولد اسمع صل يا ولد صل على النبي قولوا لا اله الا الله. يا خالد الشيوخ اللي عندك تعال تعالوا هنا يا اخي. عندنا باذن الله تمثيل يعني خفيف لطيف ومنها يعني اشياء معاني يعني ان شاء الله انكم تفهمونها مع التمثيل هذا. انا واخوي فيحاء حلو وان شاء الله انه يفيدكم. هنا هو اللي يكلمني. لا كاميرا ها. لا انا قدامكم هو ما تشوفونه ولا تعرفونه. طيب يا ابو سعيد هلا ايه تدبير الكراسي هذا منكم ولا من المنظم؟ مني انا وفيحاء. لا هو ابو كاتم هو ابو كاتم ابو كاتم هو ابو كاتم. فهمتوا؟ يعني انا الضحيه حلو؟ ايه حق في رجال الله. هاني اعطيك العلم يا اخوك. طحن ام الخواطر ذي. اسمعني انا في قلبك. يا اخي هو بيعطيني زي ابو خاتم. حلو. هو بيسالني يعني اسئله محرجه ولا بس عشان هذا يخدم كل المال والبنون جميع. ولا فيه كل. خلاص خلاص يا ولد تعال ادخل. يدخل يعني بسم الله. ايوه يا اخواني تقهوى ولا هنا ولا منه عليها الطيب والشحم. عدم تلعب علي يا حبا خلقها واخلاقها انبرى مما يرى من ونينه منوه. صوت تعبان والله. وي وي سمعنا ابو ملاحظ سمعنا اولي وش هو انت اشوفه على خشم على خشم. والله انا من منكم داخل الرياض؟ من منكم ساكن داخل الرياض؟ ابو ناحية وين ساكن؟ كان ذبابه يا عيال. انا ابن الحشر. لا لا الحين اي في اشبيليا. اشبيليا دي وين؟ قريب طريق الملك عبد الله.